متشرف ان انا واقف على الكوبري العائم اللي بيصل ما بين الشرق والغرب في قناة السويس ويسمى باسم الشهيد احمد منسي، شهيد بطل ضحى بحياته في سبيل مصر، وفي كوبري موازي له باسم الشهيد البطل ابانوف جرجس حتى لا ننسى شهداءنا في يوم الايام. الكوبري ده الغرض منه خدمة الناس، بدل ما كان بيستنى المعدية ساعتين ثلاثة هيعبر الكوبري في دقيقتين ثلاثة، ودي حاجة أصلا من اهتمام القيادة السياسية في مصر الآن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التسهيل على حياة الإنسان المصري. كل الكوبري ده مصنع في هيئة قناة السويس، الفكرة مصرية، التخطيط مصري، التنفيذ مصري، ده يقول ان احنا قادرين على تنفيذ المشاريع التنموية والتعبوية. الطول حوالي 348 متر والعرض 15 متر، وده بيصل ما بين الضفتين وبيقفل وبيفتح في حوالي 4 دقايق، وده زمن قياسي جدا، لكن العربية بتعدي فيه في 3 دقايق، بدل ما كانت بتستنى 3 ساعات تعبر هذا الكوبري في 3 دقائق. لك أن تتخيل أن التريلا اللي حمولتها 70 طن ممكن تعدي من الشرق الغرب في 2.5 دقيقة، بعد دلوقتي باستخدام المعديات ممكن تقعد 2 يوم عشان تلقى دور. الحمد لله إنجاز كبير جدا، كان تحدي كبير جدا، إنما رجالة هيئة قناة السويس دايما بيقبلوا التحدي. ان شاء الله يكون الكباري دي خير لمصر، كده هنبقى خلصنا القطاع الشمالي، يعني من الوسط من اسماعيليه لحد بورسعيد، بقى عندنا محور في اسماعيليه كباري، في الانطاره في بورسعيد ان شاء الله مش ساكتين. اول السنه هنبدا على طول نتجه للمحور الجنوبي، هيبقى في 2 كوبري جنوب اسماعيليه وكوبري في منطقه الشط شمال السويس. فرحانة وفخورة قوي، مبسوطة وسعيدة، مش مصدقة نفسي. شكرا لكل اللي فكر في الفكرة، شكرا لكل اللي ساهم، اللي نفذ، اللي أطلق اسم أحمد على الكوبري. شكرا لمصر إن هي بتخلد ذكرى شهدائها وما بتنساهمش، زي ما هم خلدوا ذكراها بتضحياتهم اللي عملوها. على فكرة أحمد لو كان عايش كان هيفرحوا إن الكوبري ده بإيد مصرية، صناعة مصرية، ان ساهم فيه كل ايد وكل ساعد ساهم في بناء الكوبري ده مصري بحت، فدي كانت اكتر حاجة هتخليه فخور وفرحان. انا فرحانة جدا، يعني فرحانة فوق ما تتخيل، ان ام شهيد بيتكرم، ربنا كرمه في السماء وكرمه في الارض، ده حاجة كبيرة قوي قوي قوي، وبتمنى من ربنا انه يكرم بقية الشهداء زي ابانوب ومنسي. مزودة بجهاز ROV الغواصة للعمل تحت سطح المية، عمل جميع أنواع الصيانات من قطع والحام وفتح بلوف وجميع الصيانات اللي ممكن تحتاجها في العمل تحت سطح المية. والسفينة بها وينش 75، حمولة 75 طن، الوينش يمكن استخدامه في تثبيت وزن تحت سطح المية. احنا فعلا اشتغلنا لمدة 2 شهر مع احدى شركات البترول في البحر المتوسط، والحمد لله السفينة ثبتت كفاءة وادت المطلوب منها على الوجه الاكمل. اللي انت واقف فيها دي صحراء، الصحراء بتتحول الى مزارع سمكية، 4441 حوض. وطبعا يعني انت متخيلش الرعايه الطبيه والرعايه البيطريه للاحواض الاسماك ازاي، والنو هاو نفسه صعب جدا، ومع ذلك اقتحمنا هذا المجال، ننقل ميه القناه الى الاحواض الترسيب، نزرع لوت وجمبري ونزرع اروز ودنيس، نزرع انواع راقيه. سياده الرئيس ادى توجيه ان احنا نزرع بوري وسهليه، أنواع رخيصة للشعب المصري، لكن اللي عايز أقوله إن احنا بنجتهد وبنعمل ليل نهار علشان مصلحة الشعب المصري.
خيركم خيركم للناس وكل ده خير للناس. الشغل هنا ما فيش حاجه اسمها من فتره مسائيه ولا فتره صباحيه، كلنا بنشتغل ال 24 ساعه عمل. صراحه يعني الناس كلها هنا مبسوطه من العمل لان هي بتنتج حاجه لمصر. صراحه العماله هنا يعني الهيئه موفره كل حاجه، يعني انا فخور ان انا بعمل في هذا المكان. هو احنا هنا نعتبر الشغل هنا معتبر 24 ساعه في اليوم، لان السمك محتاج رعايه طول ال 24 ساعه. في نبطشيات وفي كل واحد عارف شغله. انا مثلا بسيب الشغل غيري بيستلمه، ورديات على طول مستمر طول ال 24 ساعه. بنعلف السمك مرتين او ثلاثه في اليوم حسب نوع السمك اللي بتعلف. يعني الميه بتتغير باستمرار، ما فيش ميه واقفه، دايما الميه متغيره على طول. اي حاجه جديده بتبان على السمك في الميه، حاله مش طبيعيه للسمكه، بنبلغ الدكتور المختص او المهندس المسؤول عننا بيتعامل مع الميه. الأنفاق دي تعتبر من أكبر الأنفاق اللي تم تنفيذها في مصر، وبتنفذ عن طريق ماكينتين في نفس الوقت. الحمد لله احنا بننفذ نفقين في نفس الوقت. طول النفق 4 كيلو 830 ده الحفر النفقي، بالإضافة لحوالي 990 مداخل ومخارج. النفق ده ما تنفيذه عن طريق مكنة، المكنة دي قطرها 13 متر وصنعت مخصيصا للمشروع ده في ألمانيا، وتعتبر ملك الهيئة الهندسية للقوى المسلحة، وتعتبر من أكبر الماكينات على مستوى العالم. بتنفذ نفق قطر الداخلي بتاعه 11 متر و60 سنتي. النفق دوت هيخدم اتجاه مروري عباره عن حارتين، الحارتين بعرض 5 متر ونص، الارتفاع النضيف جوه النفق حوالي 5 متر. عشان انمي اي مكان سواء سينا او غيرها لازم اعرف اوصل للمكان ده. انا اوصل للمكان ازاي وانا مش عارف، انمي المكان ازاي وانا مش عارف اوصل له؟ لازم طرق، لازم كباري، لازم انفاق عشان اعرف اوصل للمكان ده. خلصنا حفر نفقي تقريبا في سنة ونص، طبعا ده معدل عالي جدا. احنا بنتكلم لو احنا بنقول ان احنا عشان ننفذ المشروع ده بنفس المواصفات دي في اي مكان تاني في اي دولة تانية بنفس الظروف دي مش اقل من 6 لـ7 سنين. الانفاق دي اختصرت الوقت اللي احنا كنا بيضيع في المعديات وكده لـ10 دقايق 12 دقيقة بالكتير من الشرق للغرب او العكس.